موجز أخبار الرابعة صباحا، أهلا بكم. صرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بأنه في إطار الجهود المبذولة لتتبع العناصر الإرهابية وتحديد أماكن اختبائها، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتأخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها. تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية باتجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر. هذا وقد توالت الإدانات المنددة بالهجوم الإرهابي، حيث أدان الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة القبطية المصرية هذا الهجوم، وجددت المملكة العربية السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر ضد الإرهاب والتطرف، فيما أكدت السفارة البريطانية أنها ستعمل مع مصر لمواجهة الإرهاب. ومن جهتها قالت السفارة الألمانية إنه لا يوجد مبرر للإرهاب، مؤكدة وقوف الشعب الألماني إلى جانب الشعب المصري في محاربة الإرهاب. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين المقبل زيارة رسمية إلى فرنسا، تستمر حتى الخميس، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأعلن قصر الإليزي أن الرئيس ماكرون سيستقبل الثلاثاء الرئيس السيسي في أول لقاء بينهما لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة الإقليمية ومكافحة الإرهاب. طلبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لتمديد التحقيق حول الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سوريا. استعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة تون كوبري، آخر البلدات التي كانت تحت سيطرة القوات الكردية في محافظة كركوك. الختام، شكرا لكم.